مرحبا بكم متابعين الأوفياء. اليوم سوف نتكلم عن أسباب حدوث احتباس للدورة الشهرية. يقصد باحتباس الدورة الشهرية انقطاعها إما بشكل مؤقت أو دائم برغم توافر كل العوامل المطلوبة لحدوثه، ويختلف الأمر عن عدم انتظامها. فهناك نوعان من احتباس الدورة الشهرية: احتباس الدورة الشهرية الأولى، والذي يحدث عند عدم حدوث الدورة الشهرية الأولى عند الفتيات، واحتباس الدورة الشهرية الثانوي، والذي يحدث في حال انتظام الدورة الشهرية بشكل طبيعي ثم توقفها لمدة 3 أشهر أو أكثر. من أعراض احتباس الدورة الشهرية: ألم في منطقة الحوض مع حدوث تغييرات في الرؤية والإصابة بالصداع، كذلك ظهور حب الشباب وتساقط الشعر مع زيادة نمو شعر الوجه. من أسباب احتباس الدورة الشهرية: حدوث حمل، أيضا الرضاعة الطبيعية والتي تؤدي إلى احتباس الدورة، كذلك وقف استخدام وسائل منع الحمل أو التعرض للضغط العصبي مع سوء التغذية، فقدان الوزن الشديد أو زيادة الوزن المفاجئة، أو الإفراط في ممارسة التمارين الرياضية، كذلك متلازمة تكيس المبايض واضطرابات في الغدة الدرقية. عادة ما يكون العلاج وفقا للسبب، ويشمل المساعدة بالعلاجات الهرمونية البديلة أو حبوب منع الحمل في بدء الدورة الشهرية مرة أخرى، ويمكن علاج اضطرابات الغدة الدرقية أو الغدة النخامية بالأدوية. وفي حال كان السبب هو الشعور بالإجهاد أو زيادة الوزن أو فقدانه، يمكن العلاج من خلال اتخاذ خطوات لإدارته، كما يمكن مساعدة الطبيب على تتبع سبب احتباس الدورة الشهرية لديك من خلال تتبع التغيرات التي تحدث في الدورة والأعراض والأدوية التي يتم تناولها وتغييرات النظام الغذائي وعادات ممارسة الرياضة ومستويات التوتر الخاصة بالحالة.